جدا بانك إقonomي مواجهة إني ميكارفنا إنفستمنت إني ميا برتا تا يمجب أبي أسند كأرومي إندستريال باركوش لمات كوربوريشن غارتا فرار مال. يا مجب أبي أسند دنيا جدا بانك وناس راس فزامي ولد بولتونا يا أرومي إندستريال باركوش لمات كوربوريشن وناس راس فزامي سنايت مبري تفرار مال. يا جدا بانك وناس راس فزامي أتولدي مجب أبي أسند دو كأرومي إندستريال باركوش لمات كوربوريشن غار لميسارو أكغاروتش نيس رابال دربوتش يفاينانس أغل غلوت لمستاتي ميشيل نوبلوال. جدا بنك كا تلقو انصار سفيون ما برسواتشين لما جرجل يتكو كامي بنكنو بجبرنا انا بندسترال سيكتر لاي كاتسما روت غارا بكربت مسراتن دايل لبت تامنو يتكو كامي بنكنو كازيم تلقو انصار انجري ورمي اندسترال بارك يراسو تلقو علو تلق درجيتنو سفيوز بتكترو بترجمو نورون يميجا فابت نورون مياشاش لبت سلاهوني بزيرتوس غدا بنك يراسو يهوني فينا سكر جلوت ميساتو بات ادلسات يفتر لتعلمات عند بالدرا باتشن زمن بيانا زغبا يورومي اندستريال باركوش لمات كوربوريشن وانا سراش فزامي سنايت مبري يمغوا بيسندو بتلايو يا انفستمنت سراوش لا يتسمارونا بقطعينت يميسمارو يا هاجر وستنا يا وجه هاجرات بالا هبتوش با اندستري باركوش وست لمسمارات يميغطماچون يا بدر اغلغلوت تگداروت كمقرف رغد كفتنيا دغاف يا درغالن بلوال የገጠር የሽግግር ማዕከላት ተብሎ የሚታወቁትን የተለያየ ስድስት ቦታዎች ላይ ለምሳሌ ባሌሮቤ ኦለንጪቲ ሻሸመኔ ኢተያ እና የመሳሰሉት ቦታ ዶዶላ የመሳሰሉት ቦታዎች ላይ የገጠር የሽግግር ማዕከላት የሚባሉትን በማልማት አሁን ኢንቨስተሮችን በመጋበዝ መተው የሚያለሙትን ኢንቨስተሮች በመጣባበቅ ላይ የሚገኝና በርካታዎችን ፍላጎት እየያዩ ስምምነትም እየፈረሙ ወደ ፓርኩ እየመጡ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለነው። በዚህ ውስጥ የኛ ኮርፖሬሽን ከበርካታ ባለድርሻ አካላት ጋር ይሰራል። ከነዛው ውስጥ ባንክ ወይንም ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ደግሞ ግንባር ቀደሙ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ፓርክ እንደ ፓርክ ይለማል ወይንም ዴቨሎፕ ይደረጋል ኢንፍራስትራክቸር ይሞላላታል ከዛ ባለ ሀብቶች ይጣራሉ ይመጣሉ። እዚህ ውስጥ ግን አንዱና ወሳኙ ነገር የፋይናንስ አቅርቦት ነው።